جاء تدشين مملكة البحرين لاستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية ضمن خطة التعافي الاقتصادي بهدف تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية، بما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث تشكل هذه الاستراتيجية دافعا كبيرا للمشاريع التنموية نحو مستويات أكثر تكاملا وترابطا عبر تسريع وتيرة تقديم الخدمات ورفع كفاءتها. ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد أحمد السلوم، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. سعادة النائب، بداية نرحب بك، ولو تحدثنا عن استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لمملكة البحرين وأيضا الدور الهام لهذا القطاع في دعم برامج خطة التعافي الاقتصادي. مساكم الله بالخير. في البداية طبعا يجب أن نؤكد أن توجيهات جلالة الملك في وضع خطط التعافي الاقتصادي هي اللي أحد برامج اللي اليوم نتكلم عنها، انطلاق الخدمات اللي يتكلم عنها الخدمات اللوجستية، والتي هي تعتبر أساس لنمو أي اقتصاد يعتمد عليه في المقام الأول الخدمات اللوجستية، مما تتضمنه خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة، كذلك تخصيص ميزانية تتخطى 30 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية واستراتيجية كبرى ضمن الخطة، هو تأكيد على أن الحكومة تعيد جل اهتمامها بتنمية وتطوير خدمات اللوجستية التي تساهم في المقام الأول باستقطاب الاستثمارات التي حددتها الحكومة بقيمة تتخطى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023. لأمس تم إعلان عنه من قبل وزير المواصلات والاتصالات ورئيس الجمارك مشروعات واعدة تقدم الدعم اللوجستي سيكون لها الأثر على هذا القطاع الحيوي، وستساعد بشكل كبير على التنمية ليصبح أحد روافد الاقتصاد الوطني ويزيد من النمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتي تسعى الحكومة إلى تنميته بنسبة 5% خلال العام الحالي وصولا إلى 10% خلال الأعوام إلى 2030. كذلك وزير المواصلات ورئيس الجمارك أعلنوا عن استحداث برامج وتسهيلات كبيرة في قطاعات النقل والمواصلات والجمارك، كل يصب في مصلحة جذب الاستثمارات وإتاحة الفرصة لعمل القطاع الخاص وتوسعته، مما ينعكس عليه توفير مزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنين والمناسبة أيضا لقطاع الشباب. وكذلك تحقق من تطوير مطار البحرين الدولي والعمل على سرعة إنجازه الربط بين ميناء خليفة ومطار البحرين الدولي وسرعة الإجراءات في المنفذ البري، جعل المملكة البحرين هي الخيار الأول والأفضل للمنطقة في التجارة الإلكترونية، وكذلك عمل على زيادة وجهات الرحلات الجوية لأكثر من 70 وجهة ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي لمليون طن متري وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء لتبلغ مليون حاوية. كل هذا يمثل قيمة مضافة كبيرة للمملكة في قطاع الخدمات اللوجستية، ويساهم إيجابيا في دعم الاقتصاد البحرين إن شاء الله. طيب سعادة النائب، في سياق ما ذكرتها الآن، ما أثر ضم أو تعزيز حضور كبريات شركات الشحن والخدمات اللوجستية العالمية لتطلق خدماتها تحديدا من مملكة البحرين؟ طبعا كل هذه الخدمات اللي تكلمنا عنها وكل هذه تعتبر هي بنية أساسية ويحتاجها الخدمات اللوجستية، الخدمات اللوجستية دائما تكون خدمات داعمة لقطاعات صناعية وقطاعات خدمية وقطاعات ترويجية، فوجود كل هذه الاستراتيجيات ووجود أيضا يعني تطوير السياسات والإجراءات وتهجيزها وتسهيل الإجراءات والحوافز للمستثمرين، كل هاي تدعو لمزيد من الاستثمارات في المنطقة. كذلك احنا في مجلس النواب ايضا في اللجنه الماليه تحديدا عندنا مشروع للاستثمار اللي هو قانون المستثمر، وهذا القانون ايضا يحتوي على انشطه في الخدمات اللوجستيه تقريبا في حدود 18 نشاط رئيسي من اصل 1800 نشاط، منها النقل والتخزين وانشطه الاقامه والخدمات الغذائيه والمعلومات والاتصالات والانشطه الماليه والتامين وايضا الخدمات الاداريه والدعم. كل هذه راح تعطي حق البحرين يكون لها موقع استراتيجي، البحرين تتمتع بموقع استراتيجي مميز، فكل هذه الخدمات مع الموقع اللي موجود عندنا راح تخلي هذه الشركات تنظر بعين الاعتبار فيما بعد التعافي الاقتصادي العالمي وليس فقط على مستوى البحرين
أن تكون البحرين هي وجهتها اللي تبتدي فيها بعد هذه التعافي الاقتصادي. نعم. إذا سعادة السيد أحمد صباح السلوم، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.